الحاجة رياض نسألك، أنت كنت مع أو ضد مغادرة ولا إقالة ولا إعلان القطيعة مع المدرب محمد المكشر؟ شوف، أول حاجة محمد المكشر هو من أبناء نجم رياض الساحلي، وشيء يشرفه هو ويشرف نجم رياض الساحلي كونه واحد من أولادها يخدمها. وأظن اللي محمد ضحى بعقد في السعودية على أساس باش يلبي النداء للجمعية ويحاول يعطي كل ما عنده، ممكن النجاح خاطر شوف الكرة والجمعيات الكبار، يعني مالوريزمون نحن جمهورنا، يعني جمهور الجمعيات اللي تلعب على الألقاب يعني صعبة. النتيجة أهم من المدرب وأهم من العمل، مهما يكون العمل نتاعه يعني يطلب شوي وقت وشوي صبر باش يعطي أكله وثماره. الناس ما تصبرش، الجماهير ما تصبرش، ونحبوا ديما الحاجة جديدة. وعندنا حاجة ان احنا التوانسة نحبوا الأجنبي ونحبوا البراني أكثر، نعطوه فرص أكثر من ولد الجمعية. أظن محمد حب يعطي كل ما عنده، والخبرة اللي تحصل عليها في الأعوام هذه كل حب يحطها للنجم رياض الساحلي. مع العلم النجم رياض الساحلي ماهوش في أحسن حالاته، ما عندوش رصيد بشري كام لاعبية، بالعكس عنده لاعبية شبان، بقينا نعرفوا الشبان سواء هو ولا غيره راهو باش يمر بنفس المرحلة، مع مشكلة الانتدابات اللي ما عندناش برشا ملاعبية يعني من طراز عالي، اللي هما كما حكى قبل أمين اللي كون ملاعبي كي يبدا كبير يكركر الجمعية، كي يبدا عندك كاليبر باهي من الملاعبية يعني المحترفين اللي هما أجانب، يجيك ملاعبي يعني سواء في الدفاع يسكر وإلا في الهجوم يقود ويمركي، يعني الجمعية تعمل جوانح معاه، فهمتني؟ فممكن ما حالفوش الحظ محمد. عمل اللي عليه. كنت معاه مواصلت محمد المكشر. أنا معاه، لكن الجماهير باش تقنع جماهير اليوم كان عمل نتيجة باهية هو بيدو يشجعه ويكتب له كومنتير تبقى باهت، هو بيدو محمد يضيع لاعب عنده في 90 دقيقة ما يسجلش يولي محمد يتسب. يعني احنا عندنا عندنا العقلية اللي نحن ما عندناش صبر، أول حاجة الجمهور ما عندناش صبر. محمد تحب له ما يعني الفريق الباهي هو اللي يصبر على ملاعبيته، وتكوين الفريق يتطلب ساعات أكثر من موسم باش تبني. هو موش جاي باش يعمل نتائج باللي عنده، ما ينجمش يعمل نتائج كبيرة راهو. احنا نشوفوا الترجي الرياضي قداش صارف انتدابات، شوف قداش عنده ترسانة نتاع ملاعبية بارابور نجم رياض الساحلي ما عندناش المويا هذاك، وشوف هو الصعوبات اللي مر بها شوية الترجي ومازال يمر بصعوبات، لكن تحب شوية صبر. احنا كي نحكي على الترجي الجمهور لازم يصبر ويدز مع الفريق، خاطر راهو الحاجة الكبيرة بشوية بشوية تجيب صعوبات، مش في صافي تلقى روحك راك في الفينال، يلزمك سوتيان، يلزم الناس تدز. وبعد بعد اللقب باك الصعوبات هذيك يجي بنين ياسر ويجي عنده يعني ما تنساش يعني. فأنا محمد حبيت ياخذ فرصته أكثر من اللي خذاها، بارك الله فيه هو اللي عمله، بارك الله في تضحياته. محمد قدامه مستقبل كبير، كما كنا نحكوا على عماد، محمد زاد عنده مستقبل كبير باش ينجم يخدم في تونس ولا برا من تونس. وهذه مشكلتنا، قاعدين كفاءاتنا برسك تخرج لبرا تخدم مرتاحة خير من في تونس.